يقول: أيام التشريق 11، 12، و13، هل يحرم الصيام فيها على الحاج فقط أم على الجميع؟ على جميع المسلمين، لأنها أيام أكل وشرب وذكر لله كما قال صلى الله عليه وسلم، لكنه رخص لمن لم يجد الهدي أن يصوم الثلاثة، قوله تعالى: وصيام 3 أيام في الحج، ولقول عائشة وابن عمر رضي الله عنهما: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا عن دم متعة أو قران. والرخصة تدل على أن الأصل التحريم، على أن الأصل التحريم، لأن الرخصة لا تكون إلا من شيء محرم. نعم.